هذا البركان إذا غادي تدخل العروسة ديالنا بالحنة غادي يرافقها المايسترو والفنان الجميل الفنان مصطفى لهسي. فاش جيت لهنايا سمعت العروسه قالت واحد الكلام واثر فيا، وفاش دخلت مشيت جلست حداها وقالت واحد الكلام ما زعما شديت في راسي باش ما نبكيش. بنادم شوف احنا بالجمهور باش حنا كاينين، الا ما كانش الجمهور حنايا ما غاديش نكونوا، ما فيها باس وماشي مشكل الا بنادم سمح ولا ضيع واحد شويه ديال الوقت في سبيل واحد الناس اخرين باش يفرحهم وباش ينشطهم ولا باش يدير لهم عرس ولا علاش. تشوف حتى شي واحد ما احسن من واحد، كلنا ولا 9 شهور وربي ما دارش التفريقه بيناتنا، كلنا من دم ولحم وكلنا ولا 9 شهور. علاش هذاك مثلا غتجي فلان ويجي فلان ويجي فلان ووحده مسكينه ما عندهاش الا ما يجيها حتى شي واحد؟ انا خويا مزيان وانا كلهم تنحضر فيهم، كل ما كانتش عاجباني ما كنتش غادي نحضر، انا كلهم تتلقاني انا الاولى في متى عيط لي شي واحد كنجي. الله كيخلص كل واحد على قد نيته، ما عندهم ما يسيئوا اليوم عندهم ما يديروا. الناس اللي كيسيئوا بحالي بالعكس انا ما تنديرش شي حاجه خايبه، كل واحد غادي ينعس في قبره بوحده. سيئوا لدوك الناس الا غادي تسيئ ليا ولا غادي تنوض غتعبر وغادي تهضر، كاين بزاف ديال الحوايج خصنا نهضروا عليهم. الا غادي تنوض غتهضر عليا انا ما نكونش ولا انا ما خصهاش ولا ما خصهاش، ما خصش دار العجازه تكون، ما خصش دار الايتام تكون، ما خصش الناس يلوحوا ولادهم، ما خصش الناس يلوحوا والديهم، ما خصش بزاف ديال الحوايج. انت بنت لك انا بوحدي اللي شيخه، لا تخربيق هذاك الشيء. الله يطول عمرك. نقول لهم شكرا، ماشي شكرا، لا ماشي شكرا، حنا ماشي الغرب. كنقول لهم الله يرحم الوالدين، وديما كنقول لهم بهم باش حنايا كاينين، وكل ما كانوش هما ما غاديش نكونوا حنا، هما اللي حطونا في واحد المكانه، وهما اللي داروا لنا الشان وداروا لنا المرشان وداروا لنا بزاف ديال الحوايج. تحيه لهم. Let's have a little bit of fun.
Thank you.
تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديرو جيم.